نكمل اليوم الجزء الثاني من مقابلة الشاب خالد الذي تحدث فيها عن علاقته الخاصة ببيروت وكيف يرى موقع هذه المدينة في عالم السينما والغناء في العالم العربي. الشاب خالد وصف بيروت بلوس أنجلوس الشرق الأوسط، كما تحدث عن أغنيته التي أصدرها مؤخرا بعد انفجار بيروت وتحضيره لحدث فني كبير في المدينة بمشاركة عدد كبير من النجوم العرب والعالميين. التفاصيل مع الزميل ليث بزار. كيف يرى ويعيش الشاب خالد زمن وباء كورونا؟ بعض الأحيان ربي يبعث لك ساين، فهمت؟ لما يقول لك أوكي راكم تقتلوا في الاولاد وتقتلوا في الطبيعه وتقتلوا في كذا وتقتلوا في المساكن في الشباب وكذا وفي الضحايا، حرام عليكم. يعني نقدر انا بلا بامب بلا نحمل عليكم الماء، اوكي هي الارض مشات بلا حرب بلا سلاح. شفت آخر فترة حدثت الكثير من الأزمات في العالم العربي ولم نسمع صوت خالد، ما الذي دفعك للغناء لبيروت؟ مش أبو خالد عمل هذا الشيء، الحاجة الوحيدة اللي فرحان بها كل الفنانين الأوروبيين ومسلمين كلهم الآن رجعوا يخبوا في دماغهم قالوا لا هذا الشيء لازم احنا تاني نعملوا هذا الشيء. أنا فرحان لي فتحت الأبواب الأخرين كذلك، يعني بعدت الدت الأبرة. هي جميلتي يا بيروت. من أول مرة كانت جميلتي بيروت. لازم تعطي باش الناس تتبرع وتساعد، لازم تدير مزيكا اللي هي يكون فيها يعني ميلانكولي، يكون فيها مسج، يكون فيها شوية حزن ويكون فيها كذلك فرح. بيروت تفكرني ببلادي كذلك. أنا بلادي من 10 سنين بالإرهاب، 10 سنين ليش هذه البلد قاعدة واقفة؟ قعدت واقفة بالفرح، قعدت واقفة باش بالناس اللي تهزر، بالناس اللي بالفن، ما يغنوا بالخوف. يعني كان فيه بالناس باش تكون، يعني ما تكونش باسكو كي يكون كل شيء حزين تموت البلد. صحيح. فهمت؟ أنا شفتها في بيروت من كنت نمشي، عندهم مشكلة انفجار في كشبه في حارة، انفجار الجماعة في الليل كل شيء فرحانين يصفقوا، يقول لك ليش نحزن؟ الله يرحم الشهداء، لازم البلد تقعد حية. يمكن اتعودوا على الحرب؟ غادي نقول لك حاجة، كاع الناس اللي شافوا الدم وشافوا الحروبات وشافوا الظلم وتعبوا الآن صبحوا متعودين يشوفوا يعني. وباش تقتل عدوك وقتلوا بالضحكة، قتلوا بالضحكة وبهذه البسمة وبالفرح، هاد تضغط على عدوك. مشكلة لبنان مشكلة اللي ما فهمها العالم، ما فهمهاش احنا البرك اللي ما فهمناش، بس السياسيين عارفين، فهمت؟ مشكلة لبنان كان لبنان، لما كنت صغير لبنان كنت نشوف الأفلام، لبنان كانت لوس أنجلوس تاع الموين أوريو الشرق الأوسط، وكاين ناس حدوخين كان يقول لك لاس فيغاس دي موين نوريو. بالنسبة لي هي مدينة السينما كذلك. علاش؟ فريد الأطرش كل الأفلام بأبي فوق الشجرة صباح موت عليها صباح الله يرحمها، وين كانوا يصوروا التصوير؟ كلهم في لبنان. صحيح. وأنت في عندك بتوقع حفل للبنان قريبا إن شاء الله كذلك، يفتحوا لنا السماء، يفتحوا لنا الطيران وكذا وكذا. المشاكل تاع الفيروس عاملين يعني مشروع كبير باش نعملوا بيج حفل في بيروت،
ونعزموا كل الفنانين وكل الناس. احنا ما عندنا شباب مسدود، اللي حب يجي مرحبا به، نقولها ونعاودها بلا ما نعزموه، ولا ما يزعلش كذلك اذا قال ما عزمونيش، على خاطرش كاين عندنا كثير كنا خوت. ومرحبا بكم، مرحبا العربيه كذلك في بيروت ان شاء الله. والله العظيم ان شاء الله. شكرا شاب خالد، ربي يخليك خالد. شكرا. تخاف يا اي طول عمرك. عظني عليك يا بيروت يا سيد الدنيا.